هذا وقد شهد منتدى مصر للإعلام توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومنظمة التمكين العالمي للتعاون من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للدول التي تحدث بها أزمات واضطرابات. وتسعى منظمة التمكين العالمي من خلال هذا البروتوكول لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عن طريق مؤسسة حياة كريمة. مذكرة التفاهم كانت مع مؤسسة أو أورجانيزيشن اسمها Global Empowerment Mission، وهي مؤسسة أمريكية ليها تواجد في مصر، وهم تواصلوا معنا إن هم عندهم مساعدات كتير عايزين يقدموها لأشقائنا في غزة عن طريق مؤسسة حياة كريمة، بما إن احنا من أكتر المؤسسات اللي كنا موجودين من أول لحظة من يوم 7 أكتوبر، وإن احنا مسؤولين عن دخول كافة المساعدات عن طريق معبر رفح لأشقائنا في فلسطين. أساس البروتوكول اللي اتفقنا معاه مع حياة كريمة إن احنا نلم المساعدات انترناشونالي من كل الدول حوالينا عشان نوصلها لحياة كريمة عشان تعرف توصل المساعدات. أنا منبهر من اللي أنا شفته عشان حياة كريمة بعتها فوق 200 عربية، وده بما يعادل 30% من الشحنات اللي وصلت لغزة.